الخزان ولا كيف؟ مرحبا بكم في الضيعه ديال علي ماصه اللي كتواجد في اقليم سطات في مزامزه الجنوبيه اللي كتبعد على سطات تقريبا 8 كيلومتر وعلى الدار البيضاء شي 53 كيلومتر. السوق اخويا حنا الثمن عندنا في متناول الجميع مقارنه بالعلف اللي كنعطيو راه الثمن مزيان لحد الان، وان كان الثمن راه زيد شويه على الاعوام اللي فاتوا ولكن راه في متناول الجميع. الثمن عندنا كيبدا تقريبا من 2200 درهم حتى 6000 درهم، ولكن راه الحواله كيستاهلوا اللهم بارك، ولا راهم كيستاهلوا الثمن هذا مقارنه بالعلف اللي كياكلوا. ما بين 15 درهم حتى 25 درهم في النهار الواحد على حساب الحجم ديالو، كل واحد حيت كل والحجم ديالو وكل واحد وشحال كياكل، هذا هو الشيء اللي كيقدروا ياكلوا في النهار. وحنا مضرين بطبيعه الحال، واخا نبيعوا حتى ب 20000 درهم الكسابه هذا العام متضرر بشحال ما باع، راه متضرر نظرا للاغلاء ديال الاعلاف اللي كاين، وبحكم تساقطات الامطار ما كانوش هذا العام، يعني الكساب في جميع الاحوال راه مضرور بشحال ما باع مضرور. واخا الناس ديال المدينه كيقولوا راه الكساب راه مطلع السوق، راه حنا ما مطلعين لا سوق لا حتى شي حاجه، حنا اللي مطلعين علينا السوق هما الناس اللي كيبيعوا لنا العلف، وزائد الدوله ما عاونت الكساب حتى شي حاجه. مثلا حنا عندنا تبارك الله هذا الخير كامل، وعندنا مازال وحدين اخرين عاطينا ثلاثه الخناشي ديال الرويزه ديال 80 كيلو في الخنشه، ما وثلاثه وما عاطينهمش لينا، باعوهم لينا اش غايديروا معنا حنايا ثلاثه ديال الخناشي لهذا الخير كامل. يعني الكساب راه متضرر بشحال ما باع، راه عنده الضرر بشحال ما باع خاصه هذا العام هذا. الله يكون في عون الجميع، هادشي اللي غادي نقدر نقول لك. اخويا العلف اللي كنعطيو راه كنعطيو الفول اللي داير 16000 ريال، درا دايره 11000 ريال، رويزه تقريبا دايره 5000 ريال، النخاله دايره 7000 ريال، فارينه دايره 7500، هذا هو العلف اللي كنعطيوه حنايا، والفصاره دايره 70 درهم للباله، 70 درهم والفوق اللي دايره الباله ديال الفصه، يعني راه بشحال ما بعنا حنا راه ما رابحينش، غير وكان بغينا نبقاو محافظين على الكليان ديالنا، نتمناو عام اخر يكون احسن وصافي، هادشي اللي كاين. ما هذا العام راه بشحال ما بعنا راه ما رابحين حتى شي حاجه، احنا كل عام كنبيعوا هنايا، كنبيعوا هنا في الضيعه ديالنا. عندنا كليون ديالنا اللي كيجيو عندنا، وكل عام كيتزادوا الكليان على حساب الجوده، حيت حنا يعني المهم عندنا هو نخدموا على الجوده باش نكبروا المشروع اكبر، كنخدموا على الجوده اكثر باش نكبروا المشروع، وكل عام كيتزادوا عندنا حنا كليان ديالنا كنبيعوا هنا، حيت البيع هنا كيوفر لينا حنا الراحه، وكيوفر سميتو وكيوفر للناس ديالنا، كيوفر لهم الامال على الحواله ديالهم، عارفين منين يشراو الحوالي ديالهم، وكيبقاو مطمئنين عليه حتى ثلاث ايام ولا اربع ايام من الاخره، وحتى النهار الاخر كاينين بعض الناس اللي كيخليو عندنا حتى النهار الاخر، وعاد كنوصلوا لهم حنا حتى البلاصه فين كاينين كنوصلوا لهم وكنطلعوا لهم حتى السطح وكنربطوا لهم حتى في البلاصه فين خاصو يكون. كيبقى الثمن هو اللي كيتزاد، هو الحولي اللي كيخليه هو اللي كيتزاد، اما الثمن كيبقى هو كيتحسب عليهم ترونسبور، بطبيعه الحال ترونسبور كيخلصوا هما فين ما كانوا، راه كيخلصوا على حساب المسافه بشحال بعاد هما، مي الزياده ديال الحولي كتبقى هي واخا ياخذوا في الاول ديال رمضان، زعما من بعد رمضان كيبقى الثمن هو. انا النصيحه اللي نقول الناس هما يحاولوا ما امكن ياخذوا من الضيعات اللي كيعرفوا ماليهم واللي ديجا خذوا منهم، حيت في السوق كاين بزاف ديال الغش في السوق، الا هضرتي على السوق خاصه هذا العام هذا، حيت العلف غالي راه ماشي الناس كلهم غاديين يعلفوا العلف زوين، هذه نصيحه، ماشي الناس كلهم غاديين يعلفوا علف زوين، حيت الناس كيمشيو ياخذوا من عند الشناقه، والشناق دائما كيزيد في الثمن، الشناق راه هو اللي كيزيد في الثمن، واللي كيطلع الحولي بزاف راه هو الشناق، والشناق ما عمرو غيعطيك حاجه مزيانه، الشناق ما عمرو غادي يعطيك حاجه مزيانه، حيت الشناق كيبيع لك وكيمشي في حاله. الناس كنصحهم ياخذوا في الضيعات، هذه هي النصيحه ديالي اليوم. حنا مضرورين من اول العام ماشي دابا عاد ضرورين، حنا مضرورين من اول العام مضرورين، راه كيف قلت لك قبيله الكساب هذا العام خاصه هذا العام بشحال ما باع يلاه غادي يجي يلاه يرجع راس المال ديالو، ولا ما غيرجعش ولا غيخسر من جيبه، اللي بغى يحافظ على الكليون ديالو راه غيخسر من جيبه، هادشي اللي غنقول انا، راه ما يمكنش هذا العام يكون الربا عند الكساب، مستحيل. اللي قال لك هذا العام راه باع وربح راه ما كنظنش انا، بعدا حنا انا كنهضر على راسي،
ما كاينش الربح هذا العام، حيت هذوك الناس اللي كيصوروا في السواق ولا في كيسوا في السواق ولا في شي ضيعات، هذوك الناس اللي كاينين اللي عندهم ضيعات عاد بادين كيبغيو يستدرجوا الناس عندهم، كيديروا هذاك الثمن، مي ملي كتجي لعندهم راه كتلقى ثمن واحد اخر، راه ما يمكنش يبيع حولي هذا العام بهذاك الثمن الا الا كان موكلوا شي حاجه من الزباله ولا شي حاجه ولا خاونوا بهذا، حيت ما يمكنش واحد يبيع حولي قد هكاك بهذاك الثمن، ما يمكنش، مستحيل هذا العام الا الا كان موكلوا الميكا ولا ما نعرف شنو موكلوا، ما يمكنش يبيعوا بهذا الثمن هذا. بحال هذا خويا الثمن ديالو تقريبا 5500 درهم، تقريبا 5500 درهم بحال هذا تقريبا راه الثمن ديالو 5000 درهم، ها هو الثمن ديالو 5000 درهم، اللهم بارك، الثمن زعما راه زوين بزاف مقارنة مع داكشي اللي واكل ومع الحجم ديالو، اللهم بارك، ها هو راه السردي فيه كاع المواصفات ديال السردي، كاع المواصفات ديال السردي كاينين فيه. سلعة نقية زعما راه ماشي سلعة، راه نقية بزاف مشاهدة الناس اللي كياخذوا من عندنا كل عام، مشاهدة الناس زعما بشهادة ديال الناس. هاهو هذا تبارك الله راه ب 5500 درهم، اللهم بارك، شوف الحولي كيدير 5500 درهم، بحال هذا راه كيقولوا فيه الناس 8000 و 9000 درهم في بلايص وحدين اخرين، حنا راه الثمن زعما راه في متناول الجميع، وبحال هذا تبارك الله 5500 درهم، اللهم بارك، شو الحولي كيدير 5500 درهم، بحال هذا الناس راه كيبيعوه ب 8000 و 9000 درهم، ها هو 5500 درهم، اللهم بارك، حولي فيه كاع مواصفات ديال السردي، وعالف عالف عالف ديال بصح، عالف عالف صحيح، اللهم بارك. تبارك الله، شد هذاك شد هذاك، تبارك الله اللهم بارك، وهذا 5000 درهم، 5000 درهم هذا، تبارك الله، شو الحولي ديال 5000 درهم كيدير، قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.